القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. في الذكرى الخامسة لرحيل جورج حبش، تجتمع القوى الفلسطينية في ندوة حوارية بعنوان سبل تجسيد الحقوق والمهمة الوطنية الراهنة في إنهاء الاحتلال وبسط سيادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. إذا كانت القيادة الفلسطينية جادة اتجاه ما تقول، باتجاه ما تم إنجازه في الأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة، فهذا يعني أنه يجب وضع برنامج ملموس وعملي أساسه يقوم على وحدة المقاومة والصمود باعتباره السبيل لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس. القوى الفلسطينية المجتمعة في هذه الندوة التي ترى فيها دفعة أساسية للوصول للموقف الموحد ترسل رسائلها للقيادة الفلسطينية. أنا بعتقد أنه بالأمس كان هناك مؤتمر للأسرى واليوم هناك هذه الندوة وعدة أنشطة يجب أن تدفع المواطن الفلسطيني لكي يطالب القيادة الفلسطينية بتجسيد هذه الدولة. لا يمكن بعد 29 يكون مثل ما قبل 29. مجلة الهدف القائمة على هذه الندوة استذكرت وممثلو الفصائل مواقف جمعتهم مع حكيم الثورة الذي حلم ككل الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال وبسط السيادة. لتلفزيون القدس كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.